عاد الجدل من جديد إلى الواجهة بين موسكو والغرب بشأن من يقف وراء هذه العملية. فبعد 6 أشهر من الحادثة يتبادل الطرفان الاتهامات، ولكن المسؤول لا يزال مجهول. إذن في صفحات هذا التصعيد المستمر بين الغرب وموسكو حول تفجير خط نورد ستريم يأتي آخر صفحات هذا التراشق الدبلوماسي مع عودة نظرية التورط الأوكراني في التفجيرات قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية في سبتمبر الماضي. طبعا هذه الاتهامات وهذه المرة جاءت نقلا عن تقارير استخباراتية أمريكية وأوروبية وجهت أصابع الاتهام طبعا إلى جماعة مؤيدة لأوكرانيا. مع ذلك أكد مسؤولون أمريكيون أنهم لا يملكون دليلا على تورط زيلينسكي أو كبار مساعديه في الهجمات. لاحقا نفى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مسؤولية بلاده عن الحادث. في المقابل أعلنت متحدثة المدعي العام الألماني أن النيابة الألمانية قامت بتفتيش سفينة يحتمل في تورطها في التفجيرات في يناير الماضي، مشيرة إلى أنه لا توجد بعد معلومات مؤكدة حول الدوافع أو ماهية من قام بالتخطيط للعمل التخريبي. لكن صحيفة دي تسايت الألمانية أشارت إلى أن القارب الذي تم العثور عليه تم استئجاره من قبل أوكرانيين أو بالأحرى أوكرانيين اثنين من شركة، ومقر هذه الشركة بولندا. العملية نفذها فريق كوماندوز أوكراني مؤلف من 6 أشخاص من بينهم سيدة نقلوا المتفجرات على القارب، أبحروا من ميناء روستوك بألمانيا. طبعا كل هذا بحسب الصحيفة. لم يتأخر رد موسكو، حيث قال الكريملين إن التقارير الأخيرة هدفها تحويل الانتباه عن الفاعل بالطبع كييف بحسب رواية موسكو. وتساءل بيسكوف كيف يمكن للولايات المتحدة افتراض أي شيء حول الهجمات بدون تحقيق. من يقف وراء تفجير خطي أنابيب نورد ستريم؟ صحيفة ديتسايت الألمانية كشفت أن محققين دوليين عثروا على القارب الذي استخدم لتفخيخ أنابيب نورد ستريم، وأن منفذي العملية فريق كوماندوس أوكراني. الحكومة الألمانية أكدت أن التحقيق المشترك مع الدنمارك والسويد بشأن تفجير نورد ستريم مستمر ولم يصل لنتيجة بعد. صحيفة The New York Times كشفت عن تقييم للاستخبارات الأمريكية أشار إلى أن مجموعة أوكرانية نفذت الهجوم على خطوط نورد ستريم العام الماضي. التقرير الذي يتحدث عن تورط أوكرانيا بتفجير نورد ستريم يبرر طلب موسكو إجراء تحقيق مستقل بهذا الشأن. هذا ما قاله مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا. من جانبها أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن كييف غير متورطة على الإطلاق في الاعتداء على خطي أنابيب نورد ستريم، ولا معلومات لديها عما حدث.